السلام عليكم نشرت منذ قليل على حساب تويتر هذه التغريده الاكاديمي الاماراتي المقرب من محمد بن زايد يورط نفسه ويورط بلاده في الهجوم المسلح الذي وقع اليوم في الاحواز خصوصا بعد ان نشرت سكاي نيوز عربيه رسميا عن تبني داعش للهجوم امسح التغريده يا عبد الخالق بسرعه هذه هي تغريده عبد الخالق عبد الله عشرة قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينه الاهواز جنوب غربي ايران الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركه الى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحله القادمه بعدها بقليل داعش يتبنى الهجوم على العرض العسكري الايراني في الاحواز هذا على سكاي نيوز اللي هي تبع الامارات طيب هذا الفيديو فقط لتوثيق هذه التغريدة لعبد الخالق عبد الله فربما يحذف هذه التغريدة ويقول البعض أن هذا الكلام مفبرك. تعالوا بينا ندخل على حساب عبد الخالق عبد الله اهو نبحث كده عبد خالق عبد الله اهو ده حسابه خلي بالكم انا بصور لايف وبعدين ننزل في الحساب نعمل ريفرش اهو ننزل في الحساب اهو التغريدة اهي على حسابه منشورة بتاريخ الساعة 11 صباحا يقول فيها عشرة قتلى عسكريون في هجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي ونقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة التغريدة على حسابك اهو عشان ما تجيش بعد كده تتراجع عن هذا الكلام نروح على سكاي نيوز نشوف كده سكاي نيوز سكاي نيوز الآن خلينا نشوف سكاي نيوز الآن أهو من حوالي ثلاث ساعات داعش يتبنى الهجوم على العرض العسكري الإيراني في الأحواز هنشوف بقى عبد الخالق عبد الله هيتراجع عن هذه التغريدة ولا هيفضل متورط في هذه التغريدة مرة أخرى أهو توثيق مرة أخرى نرجع نكتب في البحث أب دول خالق أهو حساب أهو وندخل على الحساب ننزل شوية هنلاقي أهو التغريدة موجودة على الحساب. خلاص يا جماعة هذا توثيق مني لهذه التغريدة التي تورطت فيها الإمارات في هذا العمل خصوصًا أنها الآن تدفع المليارات في الخارج لتلميع صورتها والبراءة من الإرهاب الذي يلتصق بها وبدول الخليج الأخرى لابتزازهم من اجل دفع المليارات لامريكا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته